شو رح نلبس اليوم؟ أكيد مو رسمي، بنطلون جينز وتيشيرت وخلصت القصة. مين رح تجيب معك؟ شو رجعت لك حبيبتك؟ لا دي خلص راحت، بس في واحدة جديدة. أتاريك واحد مانك قليل بنوب، كنا عم نستناك تخطب، بس خيبت أملي. يعطيكم العافية. الله يعافيكي. يعطيكم العافية. الله يعافيكي. مرحبا. أهلين. عزة ملك. أهلين. أهلا وسهلا. ما تذكرتيني؟ نحن تعرفنا على بعض بحفلة الشركة. اتذكرتك. أهلين. خير؟ مو بتشتغل بقسم العلاقات العامة؟ شو جابك لهون؟ ايه صحيح، بس بدي اسألك عن مالك بيك. بس مالك بيك مو هون. تعرف امتى ممكن يجي اليوم؟ اجا وراح، ما بظن اليوم يرجع. اوكي ماشي، شكرا لك. انسى ملك. نعم. انت بتعرفي وين كافيتيريا جسر الرابع؟ ليش بقى؟ ما بتعرفي؟ اليوم مالك عامل حفلة فيها، رح تجي ما هيك؟ انتي ليش ما عم تقدري تصدقيه لأنور شهرزاد؟ قليلي منى. تصوري مرة تقول له انا حامل منك وهو بيهرب منه وبيقول له ما عاد تخليني شوفك. منال هي اللي خانته لأنور، فكري شوي باللي صار معه، بلكي هاي البنت مو بنته. ابدا، لو مو واثقة ومتأكدة انه الطفلة بنته ليش لا تجي لعنده؟ لو أنور كان بيعرف بهذا الشيء من زمان كان حكالك يا شهرزاد. اكيد مو مهم يا منى، المهم بالقصة انه ترك وحدة حامل وراه. شهرزاد عدوا احكوا مع بعض، انا رأيي تسمعي لأنور. شو بدي اسمع؟ شو ما حكالي ما رح يغير الشغلات اللي عملها بخطيبته القديمة. ما عم تتركي ولا باب مفتوح، بلكي في شي ما بتعرفيه وقدر يقنعك بوجهة نظره. أنور صار يدور على قرايبين بنته، صار يسافر من محل لمحل مشان يخليها عندهم. شو ذنب هي البنت الصغيرة يصير معها هيك؟ أنا فيني أتقبل هيك وضع يا منى؟ هاي المشكلة، أنا ما بعرف إذا نديم بنتي ولا لا. الفحص فيحدد لك إذا كانت بنتك. رح أعمل تحاليل. وشو ناطر؟ ما بعرف، بس أنا كتير خايف. ليش؟ شو داعي للخوف؟ بلكي نيفين طلعت بنتي عن جد، كيف بدي واجه حالي؟ شو ما كانت النتيجة لازم تعرف. إذا طلعت بنتي رح أخسر شهرزاد. مو شايف شو عملت ولسه ما عرفنا شي؟ شهرزاد مو مشكلتها إذا البنت بنتك ولا لا يا أنور. اللي عملته بمنال هو مشكلتها، تركك لمرأة حامل ما فيك تبرره. وانت مصدق هالشي؟ شهرزاد مو زعلان مشان هيك. انت غلطان. صدقني اذا طلعت نيفين بنتي ما رح تقبل انا واثق. انت هيك عم تظلمها. بس معي حق يا كرم، هي ظلمتني وقت اللي اتهمتني وما كانت تصدقني. انا ما عاد فيني اتحمل اكتر من هيك. شو هالحكي؟ رح تتركها لشهرزاد؟ هيك بتكون عم تغلط يا أنور. ما بعرف كرم، ما بعرف. يا الله شو هالورطة. أمك عرفت؟ إذا أمي عرفت بهالقصة يمكن جن. لوي أمي عنا بالبيت، لازم روح شوفها. رح تتركني لحالي؟ إذا حابب بضل معك. أنا آسف كرم، أنا مكركب شوي وما بعرف شو عم بحكي. بسيطة. لا روح أنت، خلينا وانا عم تستنى. إذا بدك فيني ابقى شوي تاني. مو مشكلة، روح. الله معك. باي وليد. مع السلامة.